The management of upper GIT bleeding. تفضلي دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده وبتقدم بخالص الشكر لاخويا الغالي جدا الدكتور البحبح والدكتور محمد زنون ان هم ادونا الفرصه ديت ان اكون معاكم النهارده. وطبعا انا في موقف لا احسد عليه ان انا اقول للتوك بتاعي بعد اساتذتي العظام، يعني موقف صعب جدا وبعد التوكس الشيقه اللي احنا سمعناها. وانا طبعا السلايد ديت فخر ليا افضل محتفظ بيها كده، ان انا ابقى في سيشن ومديريتور في سيشن مع اساتذتي اللي مش اتعلمت منهم العلم بس، لكن الاخلاق والقيم وكل حاجه كويسه. طبعا يعني مهما اتكلم مش هقدر اوفي، فعلشان ندخل في الموضوع، يعني التوك بتاعي معاكم النهارده في حته بنلمسها في كل حته، ويمكن اصبحت very frequent الابر جي اي هيموج، حالات الهيماتيمسيز سواء اذا كانت فريش بلاد او كوفي جراوند، او ان حالات تبقى جايه لنا بماسيف لور جي اي بليدنج وذ هيمودايناميك انستابيليتي وبيكون السورس بتاعها ابر. ازاي هنتعامل مع الحالات ديت؟ وكل واحد في المكان بتاعه هيعمل ايه؟ هل اللي هو في الفيرست كير سنتر او السكندري او التيرشري، كل واحد هيعمل ايه؟ مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مسبقا انا ايه المطلوب مني في الليفل بتاعي، علشان والواحد كان صغير كان بيبقى ساعات يروح يكشف على الحاله وبعدين يمشي وبعدين يقول ايه انا نسيت اشوف هي جابت يورين ولا ما جابتش يورين، وبعدين انا نسيت ما اعرفش ايه، انا نسيت ما اعرفش إيه. فمهم جدا ان احنا يكون لنا الجوازم وبلان فعلا في كل حاجه، في الميديسن وفي كل حاجه، كل حاجه محتاجه ان احنا يبقى لنا بلان واضح فيها. فالاجنده بتاعتنا النهارده ان احنا نتكلم كده نبذه مختصره عن الكوزس اوف ابر جي اي بليدنج. هما تو كاتيجوريز كبار، الفيريسيال والنون فيريسيال. الفيروسيه سواء الاسوفجيال فيروسز او الجاستريك فيروسز او ساعات اتيبيكال فيروسز في حته ثانيه، والنون فيروسيال، ويمكن النون فيروسيال بنشوفها اكتر. ولكن طبعا الفيروسيال لو احنا بنتكلم في الهيباتولوجي والريسك بتاعها كريفيرال سنتر احنا بنشوفها اكتر، ولكن طبعا النون فيروسيال برضو كتير جدا. فديت ليست اوف كوزز اكوردنج تو الديفرنت ايج. فنلاقي مثلا في الانفانس ممكن نلاقي جاي due to gastritis from the stress، وما اكثر الاستريسز زي ما استاذتنا الفاضله الدكتوره هناء اتكلمت مثلا في النيكيو اللي متعرض لسبسز اللي متعرض كذا واللي مركب رايل، كل دي اسباب ممكن تبقى سبب للابر جي اي هيموريج. الفيتامين كي ديفيشنسي من الحاجات المهمه، السبسز والتروما والكاو ميلك بروتين الرجي. نيجي في اليونج تشايلد نلاقي الاسوفجايتس والاسوفجيال فيروسز، ومن الفيجرز فوميتنج اللاسريشن اللي بيحصل عند الكارديا من المالوري فايروس، الجاسترايتس والالسر والديدينايتس، نلاقي في الاولدر تشايلد الاسوفجايتس والالسر والبي اتش جي اند سو اون. طيب هن ابروتش ازاي؟ وانا طبعا يعني بجري علشان نلحق نخلص في ربع ساعه. لو انا في برايمري كير سنتر، انا قاعد في وحده صحيه او في رعايه صحيه او even in my private clinic، وجالي طفل بيقولوا لي الولد دوت رجع دم، لازم اكون عارف الليمت بتاعي ايه والتارجت بتاعي ايه، ويكون very clear. لان انا لو ترعبت مثلا من الحاله وقلت له يلا بسرعه ايه اطلع بقى على مستشفى، فهو غالبا هيموت في الطريق في بعض الحالات. فانا محتاج ايه؟ محتاج بدايه ان انا فعلا ااسرتن الكومبلين، لان كتير جدا يجي الاهالي يشتكوا من ان هو مثلا هيماتيمسيز، وبعدين الاقي ما فيش هيماتيمسيس وقاعد انا امشي سيمتوم مش موجود. فاتاكد فعلا ان انا عندي الاكتيف ابر جي اي بليدنج بالديفرنت موداليتيز، والله جايبين لي صوره جايبين لي كذا كذا كذا. سوري هو ده مش شغال. طب ما خلاص انا بستخدمه ليه؟ طب ممكن نثبته كده. اول حاجه طبعا زي اي ايمرجنسي الاي بي سي اللي احنا عارفينها، الاير واي والبريذنج والسيركيوليشن. ف
فمحتاجة أطمن إن هو الايروي بتاعه بيتنت and breathing well وأسس الفيتال ساينز بتاعته علشان أسس circulation بتاعته. هأسس برضو conscious level. Why؟ هنعرف ما مشوش لما ركب له two IV lines. فطبعا ودي من المسج اللي بنحاول نوصلها علشان تبقى established وتبقى feasible بعد كده ان انا لازم اركب له two lines وpreferable ان هم يكونوا large bore IV lines. هدي بقى IV fluid، العيان ده مش هيتحرك من عندي قال لما ادي IV fluid according للهيمودينامكس بتاعته. يعني مش معقولة يكون جاي لي مثلا طفل وهو هيمودينامكلي unstable وشوكت، لا انا اركب له line وادي الشوك ثرابي وبعدين ترانسفير. انما انا لو ترانسفير دهم وهو شوكت هو غالبا هيموت في السك. هل انا مطلوب مني ان انا في برايمري كير ان انا اعمل له اندوسكوبي ولا ليه علاقه بالموضوع؟ هل انا محتاج ان انا ماشيه على سوفيستيكيتد ميديكيشنز ولا ليه صله بالموضوع؟ انا لازم ابقى عارف انا ايه التارجت بتاعي وايه الليمت بتاعي. انا الليمت بتاعي يس انا دوكيومنتد الكومبلين اسست وسكيورد الاي بي سي ركبت له تو لاينز تو لارج لاينز، لان كل ما الوقت بيعدي كل ما الامور ممكن بتسوء اكتر. اذا كان سهل ان انا اركب لاين دلوقتي ممكن كمان ساعه ما اعرفش. ما ينفعش وانا ببريبير وهو خلاص عيان في هيماتيمسيس وممكن يحتاج بعد كده اندوسكوبي اند انستيزيا وما قلتش للام ايه بلاش بقى تاكليه احنا معلقين له فلويدز وبعدين يجي لنا في الاندوسكوبي يونت يلا يا جماعه بسرعه وخلاص يستيد وهنعمل يقول لك ايه اصلا لسه ماكلاه سندوتش ما حدش قال لي ما تاكلوهوش. فبتبقى ساعات حاجات سيمبل جدا ان احنا نقول ايه نقول ان بي او بلاش بقى تاكليه احنا معلقين له فلويدز ما تاكلوهوش. الام ساعات بتبقى اطمنت وهي وقعت بقى في ايد دكاتره ومش عارف ايه تدي له حاجه كده تقوم عظمه. يعني الحاجه الثانيه لو العيان دوت اصلا عنده previous history of liver disease وفاريسيال معظم الحالات ديت بتبقى ماشيه على بروبانولول فبليز ادفايز ذم تو ستوب بروبانولول. ساعات الام تبقى ميتيكولس قوي بقى وجايه مزنوقه انها تدي الدوز دلوقتي وبعد كده اريفير بريفيربل يبقى فولي اكويبد امبلانس. هو بقى ريفيرد وانا كل اللي انا عملت له هيمودايناميك سبورت وبدات ريفير جالي وانا في سكندري كير سنتر. سكندري كير سنتر عندي تولز افضل من اللي في البرايمري كير ولكني مش تيرشري مش سبيشاليزد انا ما عنديش اندوسكوبي يونت. طب هل انا اقول له لا ماليش دعوه دي مش حالتي يلا بالسلامه؟ طبيعي لو كان الفيرست اتندنس بريزنتيشن للطفل دوت لسكندري كير فطبيعي انا هعمل الاي بي سي برضه وهركب اللارج بور كانولا وهعمل نفس الستبس. طب هاجي هنا هعمل ايه بقى؟ ابدا اسحب ليب في البرايمر ما اسحبش ليب. هنسحب ليب ايه؟ هنسحب حاجات سيمبل يعني سي بي سي وحاجات بتاعت الكواجوليشن بي تي بي تي تي بليدنج تايم بليز مش كلوتنج تايم ما عادش ليه لازم الكلوتنج تايم. لو اقدر اسحب اي بي جي كويس جدا يوريا وكريات مهمه جدا ولو الكترولايتس كمان لان الاطفال ديات بيخشوا فينا الامبيرمنت بري رينال طبعا. ومهم جدا ان انا اعمل كروس ماتش غالبا السكندري كير ده في فيزابيليتي للبلاد ترانسفيوجن فيبقى انا اعمل كروس ماتش يحتاجه ما يحتاجهوش موضوع تاني بس بليز وانا السامبل ساحبها جزء منها هيبقى يتعمل عليه كروس ماتش على باك ذا ار بي سيز اتليست تو بيجز. ابدا كونتينيو الاي في فلويدز اكوردنج للهيمودايناميك ستاتس بتاعته اللي اتبدات لي من البرايمري كير سبورت. لو هو ستيل شوك ده بكمل شوك ثيرابي تاني وكلنا عارفين الشوك ثيرابي بندي 20 مللي سلاين بير كي جي تمام وفاريبل في الديوريشن من 10 مينتس ل 1 اور اكوردنج للسيفيرتي واقدر ريبيت الشوك ثيرابي ديت لغايه 3 تايمز از لونج از ان هو العيان لسه هيمودايناميكلي انستابل وما ظهرش عندي اي اوفرلود مانيفيستيشنز. انتيوبيت بلس او ماينس فنتيليت لو العيان عنده بور جلس كوما سكيل يعني موضوع في ديبيت شويه بس بليز ديت من الحاجات اللي بتسكيور الايروي. الرايل محتاج ان انا اركب رايل انا بقى في البرايمري انا ما جيتش جنبه انما في السكندري هركب رايل. منها ان انا هبدا بكونفيرم فعلا واشوف الديجري اوف سيفيريتي
وببدا لو هو عيان هيباتيك مثلا فبقلل الريسك بتاع الانجوينج انكفالوباسي نتيجه الجوت البروتين ميل اللي بتاخد من البلاد ديت بتبقى سورس الامونيا يخش في انكفالوباسي. لو في فيزيبيليتي ان انا جاهز عندي سانجستيكن كباك اب ولاند جود هبدا هنا دراجز زي البي بي اي البروتون بامب انهبيتورز و اوكتوريتايد اللي هو الساندوستاتين هنديه سواء فيريسيال او نون فيريسيال ده بيقلل البليدنج كتير جدا. هدي الفيتامين كي وهدي انتي بايوتكس اكوردنج للاكسبيرينس بتاعي في المكان لو انا عارف ان في بريفيلنج اورجانيزم هدي اكورد انما يوجوالي بندي كفالوسبور. هدي بلاد ترانسفيوجن ار بي سي ترانسفيوجن تارجتنج ان انا اوصل هيموجلوبين 8 ما اقولش بقى انا عايز اوصله 12 لا لا لا, لا. لو انا بتكلم مع فيريسيال الاوفر ترانسفيوجن ده هو طبيعي مع البليدنج بيبدا البريشر يقل شويه فيبدا البليدنج يقل شويه بلاش انا امزنقه تاني اخليه يبدا ينزف تاني فانا بوصل للادكويت اوكسجينيشن بتاعي بهيموجلوبين ليفل اراوند 8. هحتاج بليتلت او بلازما اكوردنج للكونديشن لو عندي ثرومبوسايتوبينيا اقل من 50 وانا اوريدي عملت سي بي سي فوق بقى هديله بليتلت لو عندي اي ان ار او بي تي تي بولونجد مور ذان 1 اند هاف اوف نورمال اتس بريفيربل تو جيف بلازما غالبا براكتيكالي ما بنديش او بلازما بس بليتلت بريفيربل ان احنا نديه. طب انا في سكندري كير وهحول الحاله بقى للتيرشري كير وفاجئ وانا قاعد في التيرشري كير ان الحاله جايه لي والحاله مسافره لي 3 ساعات طب يا جماعه ما تقول مي وعرفني ان في حاله جايه ابدا ابقى عارف الحاله وضعها ايه وهل هي محتاجه حاجات معينه اجهز نفسي فيها يمكن انا كاندوسكوبيست كنت همشي من المستشفى دلوقتي ابقى قاعد مستني الحاله فبليز في السكندري كير وانا بريفير للتيرشري كير مهم ان انا ريكول السنتر اللي انا محول له الحاله ديت وعرفه ان جاي لك الحاله الفلانيه ببدا اعمل مونيتورنج للفيتال ساينز وميجرمنت للهيموجلوبين ليفل لو هو امبروفنج ووصل لهيمودايناميك ستابيليتي بريفير للتيرشري ايه سنتر اللي فيه الاندوسكوبي يونت علشان نشوفه بقى هو محتاج اندوسكوبي او لا التيرشري ليفل اللي يحددها. طب لو هو ديتيريتنج يبقى محتاج اريتشيك هل هو محتاج ريشوك ثيرابي تاني ولا محتاج ار بي سي ترانسفيوجن وتشيك الدراجز اوكتوريتايد انا اديت الاوردر والنرس ما نفذتهاش النرس عملت والبمب مش شغال اند سو اون اتشيك الدراجز بتاعتي و ممكن استخدم هنا السانجستيك. طب وصلت لي بقى انا كتيرشري ليفل بري اسس الهيموجلوبين الاول لان طبعا ممكن يبقى فيه اونجوينج لوسز وحته مهمه جدا ان الانيشال هيموجلوبين ليفل مش بيرفلكت الاكشوال فوليوم اوف بلاد لوس لان احنا بنقيس كونسنتريشن الكونسنتريشن العيان فقد نص دمه وهو لسه ما عملش ريديستريبيوشن للفلويد علشان يرجع الفوليوم اوف انتروفاسكولار كومبارتمنت فهو نفس الكونسنتريشن فانا انخدع الاقي هيموجلوبين 10 ولكن لما اجي اعمل له ري انفيوجن بفلويد يطلع الهيموجلوبين بتاعه 5 بعد ساعتين مثلا فمحتاج ان انا اري اسس الهيموجلوبين تاني هعمل الابر اندوسكوبي بتاعي لو البليدنج كنترولد ابدا بقى السكندري بروفلاكسز طيب لو البليدنج نوت كنترولد هعمل بالون تامبونات ولا لا حسب اللي انا شفته في الفيرست اندوسكوبي لو انا شايف ان انا ممكن اكون ميسنج ليجن يبقى هعمل ري اندوسكوبي لا شايف ان انا عملت كل اللي اقدر عليه يبقى انا اريفير فور سيرجري او انترفنشنال ايه راديولوجي اخر سيكشن طيب اخر سيكشن هنشوف ابلايد كيس سيناريو انا دلوقتي قاعد في برايمري ليفل وجالي 14 يير اولد تشايلد ميل ادوليسنت بريزنت تو ا برايمري كير سنتر وذ هيماتيمسيس اوف لارج اماونت اوف فريش بلاد هاو تو ابروتش ستيب وايز هعمل ايه احنا بنشوف حالات كتير جدا واعتقد الكل بيشوف حالات كتير هنعمل ايه في الحاله ديت وانا في برايمري كير لو انا في برايمري كير هتاكد فعلا ان هو في اكتيف ابر جي اي بليدنج صح وبعد كده هعمل الاي بي سي بتاعتي وبعد كده لقيت العيان عنده سيمتومز اوف هايبوفوليميك شوك اللي هو تاكي كارديك وتاكيبنيك وهايبوتنسيف ممكن ديستربت كونشس ستيت كل سكان لو يورين اوتبوت باسس الكونشس ليفل بتاعي
وابدا انسرت التو اي في لاينز وبعد كده بعمل ايه؟ بدي الشوك ثيرابي. ثم بانستراكت فور ان بي او واستوب البروبرانولول اف اي لو هو كان بياخده. تمام؟ معايا ولا ايه؟ تمام. وبعد كده اريفير للسكندري كير. اما جالي وانا في سكندري كير هعمل ايه؟ هبدا اوز دور لاب واعمل كروس ماتشنج للباك فور باك ار بي سيز وبعد كده اكونتينيو الاي في فلويد اكوردنج للستيتس بتاعته وانتيوبيت او فنتليت اكوردنج للجلاس كوما سكيل وبعدين هركب الرايل وبريبير ادكوت سايز سانجستيكن. شوفوا دي حاله مثلا شوفوا الرايل جايبه ازاي بلاد عامل ازاي اكن ده البلاد باج مش رايل. وفعلا يعني يمكن كانت فكره جات لنا ان احنا فعلا بعض الحالات بتجيلنا وده كان ولد مثلا جاي لنا هيموجلوبينه 2 بيكب دم فكرنا هاو تو ريسايكل ذس بلاد ويمكن كانت زميلتنا الدكتور ايهام نشرت ارتكل عن كده. ندي الدراجز بتاعتنا البي بي اي والاكتوريتايد والفيتامين كي والانتي بايوتكس ندي بليتلت وبلازما اكوردنج لل نانفورم التارجت ريفيرال سنتر ان احنا مودين لهم الحاله الفلانيه. بنمونيتور ونأسس وصلنا لهيموداينامك ستابيليتي بريفير. ما وصلناش يبقى بأسس نفسي اشوف انا محتاج ايه قبل ما ريفير. بليز دونت ريفير وانا في سكندري ليفل هيموداينامكلي انستابل بيشنت. بيجي لنا احيانا بعض الحالات فعلا بيبقى دخل لي خلاص في الريفرسبل شوك مع ان الموضوع كان فيري سمبل ان هو جاي لي من مستشفى فيها فيزيبيليتي كتير اكسبت الاندوسكوبي ازاي نوت تو ريسسيتيت وهو خلاص جاي لي في الريفرسبل شوك. جالي انا بقى في تيرشري ليفل بري اسس الهيموجلوبين لقيته في الليفل الاكسبتابل ببدا اخش الابر اندوسكوبي البليدنج كنترولد ببدا السكندري بروفلاكسز لا نوت كنترولد بشوف هل فعلا انا ممكن اكون كنت ميسنج حاجه فممكن احط السنجستيكن وادخله اندوسكوبي تاني. لا انا شايف ان انا كنت جبت اخري في الكيس وهي ويل نوت بي كنترولد باي اندوسكوبي بريفير اميديت للسيرجري او راديولوجيك انترفنشن. مهم جدا ان انا يبقى لي بلان والجوريزم واضح جدا. انا عارف ان بعض الناس ممكن تبقى قاعده تقول هو دي مش السلايدز اللي فاتت. انا قصد ان هي تبقى ريبيتيشنز للسلايدز اللي فاتت ولكن ابلايت فور كيس لان فعلا يمكن بنمس الحالات علشان ما ببقاش عارف بالظبط انا هعمل ايه. انا كده خلصت يعني تو سام اب ان الستيب وايز ابروتش از ريكومندد فور سكسسفول مانجمنت اوف ابر جاسترونستاينال بليدنج ان تشيلدرن ودوت ملخص لان افري ليفل ممكن نعمل ايه. نتمنى ان هو ان شاء الله يبقى مفعل وفيري كلير في الديفرنت سنترز على مستوى مصر. وثانك يو.